السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هاد الضيوف صحة جيدة احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشوف واحد الحالة كيجي بالموز والشوكولاتة، كيجي فن وغزال ورائع. غتجربوا وما غتندموش عليه. غنحتاجو في واحد 3 ديال الموزات، كنقطعوهم دوائر وكنعملو عليهم عصير ديال الليمونة باش هكدا كيبقاو في اللون ديالهم. في واحد البول كنعملو كاس صغير ديال السكر، زلفة ديال الدقيق الأبيض مع 3 معالق كبار ديال النشا، كنحركو مزيان مزيان عاد باش كنضيفو كاس صغير ديال الحليب وكاس صغير ديال الماء. دائما مع التحريك باش كتبقى لنا العجينة سائلة ما فيهاش الكويرات. بعد ذلك كنوضعو الخليط ديالنا في واحد الكاسرول وكنعملو على نار متوسطة مع التحريك المستمر دائما. ثم كنضيفو 100 غرام ديال الشوكولا السوداء. انا كانت عندي هنا الشوكولا دائبة وفيها قطع اللوز هي اللي استعملتها، ودائما مع التحريك نار متوسطة الى هادئة. ثم كنضيف واحد 3 معالق كبار ديال الزيت وكنحركو دائما مع التحريك المستمر. كنضيفو ايضا واحد البكية ديال الفاني، سكر فاني مبشور، واحد ليمونة هي نيت ديك الليمونة اللي العصير ديالها عملنا عليه الموز. القشور ديالهم كنحكو مزيان، فهاد قشور الليمون كيتواتى مزيان مع هاد الشوكولا والفاني كيجي واحد المذاق يا سلام. صافي ملي كنحصل على العجينة، ما هي ثقيلة ما هي سائلة متوسطة، كنطفيو على النار فواحد المول يكون على هاد الشكل هذا الطولي، كنغلفوها بالبلاستيك اليمونتيغ وكنضعو فيه الدوائر ديال البنان. على فكرة ديك دوائر البنان ملي نعصر عليهم الليمون نعملوهم في الثلاجة إلى حين الاستعمال طبعا. كنوضعوهم على هاد الشكل هذا، كنغلفو بيهم كاع المول في القاع وفي الجوانب. إلا كان المول كبير تقدروا تعملوا أكثر من 3 الحبات ديال الموز. ثم كنوضعوا الخليط، كنقدو مزيان بواحد سباتولا هكدا كما كتشوفوا في الفيديو راه واضح. في النهاية كنغطيوها بديك البلاستيك أليمونتيغ، كنخليوها يرتاح واحد 15 دقيقة عاد كندخلو المبرد. يقدر يبقى ليلة كاملة أو النهار بالكامل على حسب، ولا 5 ساعات على حسب الوقت ليكم. من الأحسن يبقى ليلة كاملة أو النهار كامل. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله مع وصفة أخرى. بسلام عليكم.